تسمح لي أسجل الجلسة؟ طبعاً طبعاً. أقولك إذا رحت لعنده أنا ممكن يصلحني؟ والله يا بي ما بعرف، ما بتعرف عقليته لقصي أنت. ما بعرف بعد كل هالوقت كيف رح تكون ردة فعله. خلص انسى، شو بدك بهالقصة؟ بس بضلوا ابني. أنا بآخر أيامي بهالعمر ما بتعرف الواحد أمتين بيسلم الأمانة. بدي روح وما خلي حدا أتبين علي أبدا. لك يا بي شو لزوم هالحكي هلا؟ بعيد الشر عن قلبك أبو قصاي. شو قلتي؟ أبو قصاي سوري بيي، ما كان قصدي. صدقني بالأخير ما بيصح غير الصحيح. الله يخليك يا بنت. آخ عدني. جاهزة تبلشي مع باي بولر؟ البداية مبشرة دي، كنت متوقعة إن أنا هاخد وقت أكتر عشان أخليك تتكلم براحتك. أنا جيتك برجلي. أهلاً وسهلاً بيك. طيب قبل ما نبتدي الجلسة بس خلينا متفقين إن إحنا نستعمل مصطلح هوس اكتئابي مش باي بولر ديس أوردر. ليه؟ لأن ده تعبير فيزيائي زي ما نكون بنتكلم عن كهرباء وسالب وموجب. بس هي فعلاً كهرباء. يعني الدماغ البشري والأعصاب عبارة عن كهرباء وأمواج. أصعب مرحلة بيعدي فيها مريض البايبولر اللي هي المرحلة لما هو بيبقى شايف نفسه كويس وزي الفل. أنا شايف إن ده مش بس علشان هو بيهمل العلاج بتاعه، لكن لأنه في المرحلة دي بتبقى عاملة زي الهدوء اللي قبل العاصفة. يعني بيروح من قمة السعادة للحزن، بيروح من الذروة للاكتئاب إلى آخره. هي كلها طبعاً وجوه لعملة واحدة. بعرف التناقضات اللي عم تحكي عنها والهدوء اللي عشت عمري بصراع معاهم. سجمت مع المرض لدرجة أني برتاح وقت بحس حالي بالحضيض. إزاي؟ يعني انتظار الأسى أصعب من الأسى بحد نفسه. لما بكون بذروة الاكتئاب بكون مطمن أنه رح أرتاح بعد شوي، بس لما برتاح أعرف أنه اللي جاي أصعب كتير. بداية كويسة. طيب المرحلة الجاية أنا هتلاقيني بسألك شوية أسئلة غريبة، عايزك بعد إذنك تستحملني وتكون صبور معايا وترد على كل الأسئلة بتاعتي مهما لقيتها غريبة. ممكن؟ أكيد.